لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تخيل لو انت في سفر او في حفلة او في حدث ما ومحتاج تصور الحدث او الحفلة او السفر اللي انت مسافره ده بطريقة احترافية وتطلع صور وفيديو كأن معاك كاميرا احترافية بالظبط، بالاضافة كمان لمانع اهتزاز عشان تطلع بنتائج سينمائية زي كده بالظبط. ولكن طبعا مفيش امكانية انك تشيل كل المعدات دي معاك في شنطة وتطبخ نفسك وتبدأ تركب الكاميرا على الجيمبل بتاعك وتوزن الجيمبل على الكاميرا وكل الحاجات الكتيرة دي، فالنهاردة معانا كل ده واكتر في جبنة. ايوه كده بالظبط، معانا كل ده واكتر في جبنة كاميرا احترافية ومانع اهتزاز 2 في 1 DJI Osmo Pocket. اهلا بكم يا جماعه، معاكم هشام، والنهارده هنعمل ريفيو كامل عن اصغر كاميرا احترافيه تقدر تحطها في جيبك وتقدر توثق بيها اي حاجه انت محتاجها في اي وقت. معانا النهارده DJI Osmo Pocket من شركه DJI. خلونا اول حاجه كده نعمل انبوكسنج للكاميرا ونشوف محتويات العلبه ايه مع بعض، وبعد كده نشرح استخدام الكاميرا، واخيرا نعمل تجربه لاستخدام الكاميرا الاحترافيه دي في التصوير الخارجي. خلينا كده نعمل انبوكسنج العلبة ونبدأ نفتح العلبة ونشوف محتويات العلبة من الداخل ايه بالظبط. اول حاجة ده الشاحن، الشاحن اللي بيجي معاه شاحن اعتقد USB Type-C، الشاحن Type-C، وبيجي معاها الماسكة كمان بتاعت الجيمبل او بتاعت الكاميرا ذات نفسها. طبعا دي الحاجات اللي بتيجي معاها اللي هي العادية دي اللي بتحفظ لك يعني من الرطوبة وكده. دي الماسكة بتاعت الجيمبل ذات نفسه بتتركب في الايد بالشكل ده كده. كمان عندنا هنا كتيب التعليمات لو حابب تاخد فكرة عن الكاميرا، لو حابب تشوف ايه المميزات اللي فيها وبتشتغل ازاي. دي كمان القطعة اللي بتركب في الكاميرا لو انت موبايلك اندرويد او موبايلك ايفون، دي القطعة الخاصة بالاندرويد تكون بالشكل ده كده تايب سي. وكمان عندي القطعة التانية هنا، دي القطعة الخاصة بالايفون. طبعا بيجي معاها القطعتين دول، واحده خاصه بالايفون والتانيه خاصه بموبايلات الاندرويد، ودي القطعه بتاعه الايفون لو انت موبايلك ايفون تقدر تركبها بكل سهوله.
وده طبعا الشاحن بتاعها شاحن من نوع تايب سي، تقدر تشحن الكاميرا بتاعتك عن طريق الباور بانك عن طريق الكهرباء، مفيش مشكلة اطلاقا في موضوع الشحن بتاعها، ده شاحن طبعا تايب سي. واخيرا بقى الكاميرا بتاعتنا الجميلة من شركة دي جي اي، دي جي اي اوزمو بوكت، تيجي في جراب فعلا حاجة فخامة من شركة دي جي اي. عموما انا بحب منتجات الشركة دي فعلا، جودة الخامات بتاعتها حاجة فعلا فوق الممتازة، الجراب ذات نفسه بتاع الكاميرا حاجة فعلا كده تحفة، احسن تقريبا من الكاميرا نفسها. دي الكاميرا بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، جودة الخامات بتاعت الكاميرا فعلا حاجة ممتازة. انا اكتر حاجة فعلا شدتني في الكاميرا دي انها كاميرا صغيرة، يعني تقدر تحطها في جيبك، تقدر تحطها في شنطة صغيرة معاك، مش هتاخد مساحة ومش هتضايقك ان انت تطلع الكاميرا الكبيرة او الكاميرا البروفيشنال بتاعك من الشنطة بتاعتك. كمان لو معاك حامل عايز تحط الكاميرا عليه، لو معاك جيمبل عايز توزن الكاميرا عليه، كل الكلام ده طبعا متوفر في الكاميرا الصغيرة دي من شركة دي جي اي، فيها مميزات جدا رهيبة. طبعا بتصور 4K، بتصور فول اتش دي، 4K ب60 اطار في الثانية الواحدة، حاجات فعلا فيها مميزة، 3 اكسس عشان خاطر الكاميرا تبقى موزونة معاك وتطلع فعلا نتائج سينمائية. استخدام الكاميرا دي سهل جدا جدا، اسهل من استخدام الكاميرات البروفيشنال الدي اس ال ار، ودي ميزه قويه جدا هيئه الكاميرا دي انها فعلا تكون افضل كاميرا احترافيه تقدر توثق بيها السفر والرحلات بتاعتك، افضل كمان من ان تشيل معاك كاميرات كبيره ومعدات كتيره انت في غنى عنها. فتعالوا نشوف مع بعض كده هنشغل الكاميرا دي ازاي. عشان نفتح الكاميرا بتاعتنا ونبدأ نستخدمها، كل اللي احنا هنعمله هنضغط ضغطة مطولة على زر الباور من هنا بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين الكاميرا هتبدأ تشتغل وتعدل نفسها وتبدأ توزن نفسها اوتوماتيك من غير ما تدخل واعمل اي حاجة. هنا بيجي لك اللغة، بتختار اللغة اللي انت عايزها، اختار اللغة الانجليزية. ودي طبعا الشاشة الصغيرة بتاعت الكاميرا، الكاميرا دي تقدر تشحنها باور بانك، تقدر تشحنها زي ما قلت بشاحن الكهرباء العادي، الكاميرا فعلا ممتازة فوق الممتازة. تعالوا بقى نشرح كده الأزرار اللي موجودة على الكاميرا. أول حاجة عندنا ده زر التصوير، طبعا عشان تصوير الصور وتصوير الفيديو، هتضغط عليه عشان يصور لك صور ويصور لك فيديو. ده كمان منفذ الميموري كارد، تحط الميموري كارد بتاعك من هنا بالشكل ده كده، بالشكل ده كده خلاص كده دخل معاك الميموري كارد بتاعك. ده كمان منفذ الشحن عشان طبعا تشحن الكاميرا بتاعتك او كمان تركب عليها الاكسسوارات بتاعتك. دي كمان القطعة اللي تشيلها عشان خاطر لو هتركب الموبايل بتاعك سواء ايفون او اندرويد، تجيب القطعة اللي احنا شفناها في الاول. لو انت موبايلك ايفون هتركب القطعة الخاصة بالايفون، ولو انت موبايلك اندرويد هتركب القطعة الخاصة بالاندرويد. فانا هركب القطعة الخاصة بالايفون، دي كمان القطعة التانية الخاصة بالاندرويد، فانا ركبت القطعة الخاصة بالايفون وهبدأ اركبها على الموبايل بتاعي بالشكل ده كده، بحيث ان انت يبقى معاك شاشة كبيرة تقدر تستخدمها بدل الشاشة الصغيرة بتاعت الكاميرا ذات نفسها. وكمان التطبيق اللي هو الدي جي اي ميمو بيسمح لك ان انت تعمل حاجات كتير جدا على الكاميرا دي من خلال الموبايل بتاعك. طبعا هيجيلك كده شوية رسايل لازم تفعل الكاميرا بتاعتك ولازم تعمل لها اكتيفيت، فاحنا هنعمل زي ما احنا شايفين مع بعض كده. دلوقتي هو هيعمل اكتيفيت ويبدأ ينزل البيانات الخاصة بالكاميرا على الكاميرا والموبايل الاتنين مع بعض، طبعا ده كله من خلال التطبيق اللي هو دي جي اي ميمو. طبعا دي شوية ارشادات لو حابب تشوفها او مش حابب تشوفها، خلاص بتجري وبعد كده بتعمل دن. هنا زي ما احنا شايفين بقى بدأ العداد يعد ان هو بيعمل نقل البيانات 99%، وبدأ خلاص يعمل فينش، خلاص كده تمام.
انتهى معايا التحميل بتاع البيانات وكده الكاميرا بقى اشتغلت على الموبايل بتاعي واشتغلت على التطبيق. تقدر بقى بكل سهولة تتحكم في الكاميرا بتاعتك من خلال الموبايل بتاعك، وده اللي هنشوفه في التصوير الخارجي، وهوريكم ازاي هتقدروا تستخدموا الموبايل وتتحكم في الكاميرا سواء فوق تحت يمين شمال. امكانيات كتير تغير الوضعيات، كمان تغير التصوير من 4K ل 1080 ومن 1080 ل 4K، وخاصية التتبع وحاجات تانية كتير هنشوفها مع بعض لما نعمل تصوير خارجي بإذن الله. تعالوا كده يلا بينا نشوف الكاميرا دي في التصوير الخارجي ونشوف النتائج اللي هنطلع بيها. ده طبعا التصوير الخارجي للكاميرا، الكاميرا تصويرها فعلا ممتاز، ومنع الاهتزاز التلاتة اجهزة الموجودين في الكاميرا دي بيسمح لك ان انت الفيديو اللي انت بتصوره ما يكونش الصورة فيه مهزوزة، يعني ما يكونش كأنك بتصور بموبايل او بتصور بكاميرا ماسكها في ايدك بتعمل فلوج ويكون الصوت او الصورة فيها مهزوزة. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، لو انا عايز اغير الوضع من العادي للوضع السيلفي هضغط 3 ضغطات من هنا على زر الباور بحيث ان هي تحولها لي الوضع السيلفي بالشكل ده كده، تقدر تصور نفسك سيلفي. طبعا انا حاطط خاصيه التراكنج مود او الفول اوبشن بحيث ان هي تكون عامله لك تراك على وشك او تراك على الشيء اللي انت بتصوره. عايز ترجع تاني تضغط 3 ضغطات من هنا بالشكل ده كده هيرجعك تاني للوضع العادي وترجع تكمل تصوير عادي جدا. طبعا عشان نشغل الكاميرا هنشغل الكاميرا نضغط ضغطه مدوره هنا كده اوتوماتيك هتشتغل الكاميرا لوحدها. دي طبعا الشاشه بتاعه الكاميرا زي ما احنا شايفينها مع بعض كده. عندنا طبعا الكاميرا فيها اعدادات تقدر تشتغل منها او تقدر كمان تعمل من الاعدادات بتاعه الموبايل لو انت هتركبها على الموبايل. فلو نزلت من فوق لتحت كده وتحركت يمين شمال هتلاقي اعدادات موجوده هنا، اتمنى تكونوا شايفينها. تقدر تغير من الاعدادات دي براحتك، كمان لو طلعت لفوق كده هتلاقي برضو وضعيات الجنب اللي هو التلت لوك، وعندك كمان وضع الاف بي في، وعندك الوضع الاخير اللي هو وضع الفولو. وطبعا عندك هنا لو هتعمل حركه سريعه فاست فولو او حركه بطيئه بالشكل ده كده. كمان لو جيت من اليمين للشمال تختار صوره، تختار فيديو، تختار تصور سلو موشن، تايم لابس، اي حاجه انت حابب تختارها. ده طبعا بيجيب لك اخر حاجه انت صورتها من هنا بالشكل ده كده. طبعا دي الاعدادات لو انت هتصور بالكاميرا من غير ما تركب عليها الموبايل بتاعك، انما طبعا لو هتركب الموبايل بيديك امكانيه كبيره من التطبيق اللي انت بتشتغل عليه اللي هو دي جي اي ميمو. كمان في مميزات حلوه قوي لو هتشتغل وتركب الموبايل على الكاميرا بتاعتك، انما لو حابب ان انت تشتغل على الكاميرا زي الاعدادات اللي موجوده في الموبايل هتلاقي الاعدادات نفسها موجوده هنا بالظبط، بس طبعا في الموبايل بيديك سهوله في الاستخدام وبتبقى في اريحيه كبيره وانت بتشتغل على الموبايل. الشاشه الكبيره طبعا بتفرق معاك كتير جدا في الاستخدام والتعامل مع الاعدادات اللي موجوده. طيب لو انت عايز بقى تركب الكاميرا دي على الموبايل بتاعك هتفتح الكاميرا زي ما احنا اتعودنا من هنا بالشكل ده كده، تضغط ضغطه مطوله هتفتح معاك الكاميرا وتبدا تركبها تشبكها في الموبايل بتاعك بالشكل ده كده، وتشغل التطبيق بتاعك كده. الكاميرا بتاعتنا بقت راكبه على الموبايل وتقدر تتحكم في الكاميرا بتاعتك من خلال الموبايل بتاعك بكل سهوله. طبعا لو انت عايز تعمل الكاميرا تتحكم فيها فوق تحت يمين شمال كل الكلام ده تقدر تعمله من خلال الموبايل. عندك طبعا هنا الاوضاع بتاعتك تقدر تختار الاوضاع من هنا بالشكل ده كده. هنا لو عايز تعمل فولو مود، لو عايز تغيره لسلو فولو، طبعا دي وضعيات الكاميرا. عندك تلت لوك وعندك الاف بي في وعندك كمان وضع الفولو. عندك هنا الخيار ده تختار يا اما اوتو يا اما مانوال. عندك هنا كمان لو حابب ان انت تصور فول اتش دي، حابب ان انت تصور 4K، حابب تصور ب 30 اطار في الثانيه، ب 60 اطار في الثانيه الواحده، كل ده طبعا بتختاره من هنا. عندك طبعا تقدر تصور فيديو، تقدر تصور صور، تقدر تصور بانوراما، تقدر تصور سلو موشن، تقدر تصور تايم لابس، كل الكلام ده تقدر تتحكم فيه من خلال الموبايل بتاعك. فانا على سبيل المثال لو انا هصور فيديو في عندي كمان هنا خاصيه حلوه قوي تقدر تعملها من هنا، حاطين لك هنا شويه خيارات بحيث لو انت عايز تطلع نتائج نفس اللي موجوده في الاستوديو او الجاليري بتاع التطبيق الدي جي اي ميمو.
بصراحة بعد ما جربت الكاميرا فعلا ممتازة وتصويرها كمان ممتاز، ولكن في التصوير الليلي بتحتاج إضاءة عشان تقدر تطلع بنتائج كويسة بالكاميرا دي. وكمان من الملاحظات اللي لاحظتها فيها كارت الميموري، لو انت هتشتري كارت ميموري فانا انصحك ان انت تشتري كارت ما يقلش عن 64 جيجا بايت، لان الفيديو اللي بيطلع من الكاميرا دي لو انت بتصور فيديو بال4K ب60 اطار في الثانية الواحدة هيطلع معاك الفيديو حجمه كبير، ممكن الدقيقة او الدقيقتين يطلع معاك اكتر من جيجا او جيجا وشوية. فعشان ما تكونش في سفر خارجي او تكون في رحلة او تكون في مناسبة والكارت اللي معاك ما يكفيش، لا حاول ان انت تكون عامل حسابك وتكون جايب كارت مساحته كبيرة. ولكن في المجمل الكاميرا دي تقدر تعتمد عليها اعتماد كلي في السفر بتاعك او في الحاجة اللي انت بتوثقها او اللي انت بتصورها بيها. وبس دي تقريبا كل حاجة كانت عن الكاميرا المجنونة الصغيرة دي من شركة دي جي اي اوزمو بوكت. اتمنى تسيبوا رأيكم في التعليقات، يا ترى الكاميرا دي عجبتكم ولا لا، وكمان لو عندكم اي استفسار بخصوص الكاميرا اتمنى تسيبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. في النهاية لو عجبك الفيديو ده اتمنى انك تدعمني وتشترك في القناة وتدوس لايك وتعمل شير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.